المعتصمين من حملة الشهادات العليا، حيث قامت مجموعة مخمورين كانوا يستقلون ستوتا باقتحام اعتصام حملة الشهادات العليا، وقاموا بدهس بعضهم ما أدى إلى إصابة 6 معتصمين بجروح بينهم حالة خطيرة. وأشار بعض المعتصمين لوجود نية مبيتة كما قالوا لاستهدافهم من خلال فتح الطريق المؤدي لمكان افتراشهم الأرض بعد أن كان مغلقا أثناء نومهم. ويواصل المئات من حملة الشهادات منذ أكثر من شهر اعتصامهم أمام مبنى وزارة التعليم العالي للمطالبة بتعيينهم في الجامعات. نشاهد الآن وإياكم اللحظات التي تلت الحادثة وهتافات المعتصمين فجر اليوم. يا ولد خليت نفس واحد.